طيب نشوف بقى تفاصيل التمرين ومين اللي غاب ومين اللي رجع. معانا الزميل محمد توفيق موفد قناه الاهلي الى ملعب التمرين بملعب التتش. مساء الخير يا محمد، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. مساء الخير استاذنا العزيز استاذ ابراهيم المنيسي، الباشمهندس عادل القيعي، وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني بضم صوتي لصوت حضراتكم، زي ما اتكلمنا الاسبوع اللي فات ان 3 مباريات كانت مهمه، اتكلمنا ان هم هيبقوا باكج واحد قبل التوقف في الدوري. البدايه كانت مع المقاولين ثم سيراميكا كليوباترا وختاما بمباراه الجونه قبل التوقف الدولي باذن الله رب العالمين. يمكن الحمد لله حققنا 2 من 3، وان شاء الله كمان مساء السبت نحقق العلامه الكامله 3 من 3. فوز ان شاء الله يكون مهم جدا، توصل للعلامه الكامله 5 مباريات في الدوري بدون اي خساره اي نقاط، تبقى على قمه الدوري ان شاء الله رب العالمين. ويتبقى كمان مباراه مؤجله امام بلديه المحله، اعتقد هيبقى يعني خير بدايه الموسم ان شاء الله يكون اكثر من رائع في بطوله الدوري المحلي. يمكن النهارده على طول ما فيش وقت، المباراه مضغوطه على طول. التمرين النهارده كان بدايه التمرين، بدايه الاستعداد كالعاده مع مستر مارسيل كولر، كانت محاضره فنيه للاعبين، نتكلم معاهم عن كل النقاط بقى الايجابيه والسلبيه اللي كانت في مباراه الامس امام سيراميكا كليوباترا. واكيد حضراتكم تتفقوا معايا ان كانت اكثر النقاط الايجابيه امبارح هي تحقيق الفوز في الدقائق الاخيره، والروح والاصرار اللي ظهر عليها لاعبي فريق النادي الاهلي كعادتهم دائما، والحمد لله تحقيق 3 نقاط مهمه جدا. من بعدها على طول الفريق نزل لارضيه الملعب، ادى يمكن المجموعه اللي لعبت 90 دقيقه بشكل اساسي امبارح، ادى التدريب استشفائي في الجيم الخاص بفريق النادي الاهلي في ملعب مختار التتش بالجزيره. باقي المجموعه يعني قادت تمرين قوي جدا في الاجزاء البدنيه في البدايه، ومن بعدها على طول تمرينات الكوره والتمرينات الخططيه لمستر مارسيل كولر. يعني حضرتك سالتني على الغيابات وابرز الحضور، يمكن الحمد لله عمرو السوليه بقى له اكثر من يوم موجود في التدريبات الجماعيه، ولكن بشكل جزئي مع الفريق بيتم الدفع بيه بشكل تدريجي في التدريبات. استمرار غياب علي معلول طبعا ليه معاناته من اجهاد او شد في العضله الخلفيه، واكتفائه بس ببعض التمرينات لاستشفاء بالجيم، وتاديه برنامج تاهيلي ان شاء الله قريبا جدا يكون موجود مع الفريق عقب التوقف الدولي كاحد العناصر والركائز الاساسيه اللي بيعتمد عليها النادي الاهلي والجهاز الفني في المباريات. الحمد لله كمان حابب اطمنكم على رضا سليم ان اموره طيبه الحمد لله. يمكن كنا حضراتكم طبعا معاكم الدكتور المعالج ليه واللي اجرى ليه العمليه، اطمنا كمان من الدكتور احمد جاب الله على رضا ان العمليه الحمد لله اكثر من رائعه، الاشعاعات كمان اللي اتعملت له على مدار اليوم والامس اكثر من رائعه، وباذن الله قريبا بقى يقدم برنامجه التاهيلي والعلاجي، وباذن الله يكون في الاطار او الموعد المحدد لعودته للتدريبات الجماعيه ان شاء الله يكون موجود باذن الله خلال 2 شهر، وباذن الله يكون زي ما بنقول دعامه مهمه جدا لبقيه عناصر الفريق. وان شاء الله بعد التوقف الدولي نبدا صفحه جديده ان شاء الله وبطوله افريقيا باذن الله رب العالمين. إذن ما فيش حد في المصابين كده إلا رضا سليم وعلي معلول مش كده؟ بالفعل أستاذ إبراهيم، كان زي ما قلنا علي معلول بيأدي برنامج الاستشفاء، ورضا بإذن الله كمان قريب جدا هيكون هيبدأ برنامج الاستشفاء، وبإذن الله يكون مع الفريق بقى عقب بطولة كأس الأمم الأفريقية بإذن الله رب العالمين. بكرة التمرين إمتى وملامح الفرقة اللي مسافرة؟ يعني بإذن الله رب العالمين التجمع بكرة يبقى فيه تمام 9 صباح الجمعة. التدريب هيبتدي باذن الله في تمام 10 صباحا، من بعد الفريق هيقضي صلاه الجمعه والتحرك مباشره لمطار القاهره. ان شاء الله الطياره هتبقى طياره خاصه هتنطلق لمطار الجونه في تمام الساعه 3 عصرا باذن الله. الفريق يعني مستر مارسيل كولر يمكن عمل زي ما بنقول كده تدوير بشكل كبير خلال الماتشات اللي فاتت، طبعا كانت مباراه مضغوطه جدا، بنتكلم مباراه المقاولين السبت، سيراميكا الاربع، وبعد كده كمان الجونه السبت، فاعتقد هتبقى هي نفس قائمه المباراه الموجوده خلال المباريات الماضيه، ولكن طبعا هيبقى التغييرات هتبقى في ال 11 اللي هيبداوا المباراه باذن الله، ولكن طبعا كلنا ثقه ان افضل 11 لاعب او اي 11 لاعب يعني هينتقيهم مستر مارسيل كولر اللي بدا المباراه ان شاء الله يكونوا عند حسن ظن جماهير النادي الاهلي، وباذن الله يأدوا بشكل كبير جدا. يمكن ملعب الجونه حضراتكم يعني في البدايه تبعكم تتكلموا عليه انه ملعب ذات طبيعه خاصه، ولكن ان شاء الله يعني من توفيق ربنا في اليوم دوت ان كل الامور المحيطه بالمباراه خاصه عوامل المناخ وكده تكون معانا باذن الله، ويكون فيها توفيق باذن الله رب العالمين. يمكن كمان سمعت الباشمهندس عادل طبعا بخبرته الدائمه كان بيتكلم عن كابتن علاء عبد العال واستراتيجيته، يمكن كنت يعني قناه من خلال قناه النادي الاهلي كنا عملنا تقرير كده في بدايه الموسم مع كابتن علاء عبد العال في بدايه فتره الاعداد، واتكلمنا معاه كان هو مكون يعني فرقه من مجموعه من لاعبين ذات الخبرات في الدوري المصري الممتاز، وبعض مجموعه من الناشئين او من لاعبي الدرجه الثانيه، ولكن طبعا زي ما حضراتكم عارفين حضراتكم اساتذتنا يعني كابتن علاء ليه استراتيجيه واضحه وصريحه ودائمه في اي فريق بيمسكه، فاعتقد النادي الاهلي يعني مستر مارسيل كولر قابل كابتن علاء عبد العال السنه اللي فاتت وعارف طريقه لعبه واسلوب لعبه،
وطبعا النهارده كان في كمان محاضره بالفيديو، اللعيبه اتفرجت على اكثر من مباراه لفريق الجونه اخيرا طبعا المباراه اللي فات فيها. فباذن الله رب العالمين يكون مستر مارتن كولر اعد العده، وباذن الله بكره يكون ختام التامين بشكل كويس من الناحيه الخططيه، وباذن الله يستقر على خطه المباراه، وان شاء الله يكون موافق في الخطه، ويكون كمان اللاعبين في ارض الملعب موافقين في التنفيذ باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا يا محمد، وكل التوفيق ان شاء الله. شكرا محمد. شكرا زميل محمد توفيق موفد قناه الاهلي في ملعب التمرين في مختار التيتشو. اعتقد طمن حضراتكم على اكتمال عناصر الفريق، لا يبقى من المصابين الا عمرو السوليه، دخل مع الفريق وبيتمرن بشكل تدريجي، يمكن الدفع بيه بقى صعب شويه، لكن في الفتره الجايه ممكن يبدا ياخد ماتشات، بالذات في فتره التوقف الماتشات الوديه. لكن اعتقد علي معلول ورضا سليم الاثنين، رضا سليم برغم الاصابه في الكتف لكن الدكتور كان سمح له انه علشان برضه يحافظ على الحاله العضليه بتاعته بعد كام يوم من الجراحه، قال ان هيسمح له بالتدريبات وبعض الجري الخفيف عشان يحافظ على الحاله العضليه بالنسبه له. واعتقد كمان علي معلول لم يتم اختياره لمنتخب تونس في التوقف الحالي، ودي فرصه انه يتم علاجه بشكل متأني شويه، لانه محتاج الراحه دي كمان. هو المنتخب ما خدوش برضه لانه عارف ان هو يعاني من اصابه جهات قد يضعف اصابته يعني.